وأرجوكم أكدوا معانا ميعاد المؤتمر ومكان المؤتمر بكرة تليفونيا أو هنسيب ورقة هنا على باب الحزب. بكرة هيكون عندكم تفاصيل المؤتمر والجميع مدعو في هذا المؤتمر إن شاء الله. يا أخوانا زملائنا أعضاء الحزب، زملائنا أعضاء الحزب المؤتمر يوم الأحد الساعة 11 صباحا، ومحتاجين طبعا تشرفوا وتدعوا بقية الزملاء، المكان هيتسع لعدد كبير. ما انا كنت بقول ايه كل ده؟ لقونت في. طيب موقفي واضح جدا، احنا غير مكترسين بهذا الحكم. هذا الحكم كان سيزيل عقبة، هذه العقبة سيتأخر ازالتها يوم او اسبوع او شهر او حتى سنة. احنا مصرين على معركتنا، مكملين في طريقنا. الحكم مطعون عليه بالبطلان زي ما انا شرحت في المؤتمر الصحفي بالمستندات والاوراق. القاضي كان بيننا وبينه خصومة قضائية في دعوة خاصة بقيام حزب غد الثورة، لم يتنحى، لم يستشعر حرج. كان خصم من أسبوع صادر ضده حكم لصالحي، امبارح أصدر حكم ضدي. مسألة منتهى البساطة، هذا كلام مناقض نصوص المادة 146 و147 ويقتضي بطلان هذا الحكم وجوبا. في نفس الوقت احنا بكرة بنتقدم بالتماس جديد بإعادة النظر في مؤتمر القوى السياسية والأحزاب وبعض مرشحي الرئاسة بيعقدوه يوم الحد القادم الساعة 11 صباحا. هذا المؤتمر سيكون موقف سياسي جماعي تجاه هذا القانون. بتتوافد إلينا يعني برقيات واتصالات بشأن استنكار هذه الروح الإقصائية، والحقيقة أنا شرحت قد إيه المسألة فيها جزء سياسي وقد إيه هناك تورط وهناك دلالات وإشارات واضحة أن هناك رغبة سياسية في الإقصاء، وهذا أمر كنا نتصور أنه انتهى قبل الثورة، لكن يبدو أن الثورة لم تصل بعد لما ينبغي أن تصل إليه. حزب غد الثورة مستقبله واعد بشبابه وبرجاله وبقياداته. اليوم حزب الغد اختارني زعيم الحزب، واختار عبد المنعم بيه التونسي رئيسا الحزب، واختار مجلس رئاسي مؤقت لحين إجراء الانتخابات. هذه الروح الإيجابية بتؤكد أن هذا الحزب رقم صعب في المعادلة السياسية المصرية. سنخوض الانتخابات البرلمانية وسنخوض الانتخابات الرئاسية إن شاء الله. شكرا. نهار. طيب ماشي. اليوم كوسة عندنا. لماذا هذا الإقصاء؟ ده سؤال لازم نسأله للمجلس الأعلى وليس لأيمن نور. لماذا الإقصاء من الاجتماعات؟ لماذا الإقصاء من اجتماعات مرشحي الرئاسة؟ لماذا الإصرار على عدم خروج حزب الغد وخروج حزب غد الثورة بحكم قضائي؟ لماذا هذا الإجهاد الذي يتم بعد الثورة وكأن الثورة لم تقم، كأن الثورة لم تصل إلى هذا المكان؟ احنا بنقول هذه روح غير طيبة لا تتفق مع قيم الشراكة، بندعو الجميع لمسافات متساوية مع كل المرشحين ومع كل الأحزاب. قول تاني بقى. الحقيقة الحكم القضائي الذي صدر بالأمس هو حكم كان متوقع في ظل إصرار النظام الحالي على إقصائنا وإبعادنا عن الحياة السياسية. ده كان ليه مظاهر كثيرة جدا، بعدنا عن حضور الاجتماعات، عدم دعوتنا فيها، طلب عدم حضورنا بعض الاجتماعات في حالة غير مفهومة. الإصرار على تأجيل خروج حزب الغد فيخرج بحكم قضائي قبل فتح باب الترشيح بيومين، يعني احنا حزب يوم فتح باب الترشيح كان عمره 48 ساعة. هذا الإجهاد المستمر وهذا اللدد غير مفهوم وغير مبرر، ونتمنى أن يزول، ونتمنى أن يكون هناك روح تصالحية أكثر. المجلس الأعلى كان بإمكانه أن يصدر قرار وفق نص المادة 149 أو 56 في الإعلان الدستوري بإلغاء هذه العقوبات التبعية، وهذا أمر كان وارد، لكن الحقيقة في آخر لحظة رفضوا هذا، وأنا لم أطلبه، لكن في النهاية هذا حق تطهير مصر من آثار العدوان الذي تم على مصر في 30 سنة في ظل حكم الاستبداد، كان أمرا واجبا على المرحلة الانتقالية والقائمين عليها. هذا لم يحدث، ونتمنى أن نرى أثرا له في المستقبل. احنا عندنا دعوة خاصة بالمنازعة على حزب الغد، وعندنا حزب غد الثورة وهو الحزب الأصيل الآن. عندما تنتهي الدعوة سنعقد جمعية عمومية للحزبين.
وندمج الحزبين في غد الثورة. شبكتين مع السؤال بس، المرارة قبل الثورة ما زالت بعد الثورة؟ أشرب مرارة الظلم والاضطهاد. الظلم مر في كل حالات، واحنا مؤمنين لأن دورنا مقاومة الظلم ودورنا مواجهة الفساد قبل الثورة زي بعد الثورة. ربما بعد الثورة لدينا مرارة خاصة ان احنا دفعنا هذا الثمن وهؤلاء الشهداء وكل هذه الدماء، ثم نعود الى نقطة الصفر مرة اخرى. ده يجوز الاكثر ايلاما بالنسبة لنا. هل في امل؟ في امل ودايما في امل ومفيش غير الامل. ربنا احب اعرف يا فندم، بس اعرف ضروري حاجة خاصة بيا. ده انا جاوبتك على السؤال والله. نخدم مصر؟ مش اوكي. لا قدر الله عدم حوار حول البرنامج، احنا عندنا، احنا تقريبا المرشح الوحيد عنده برنامج مطبوع نقدر نهديك نسخه منه ونقيم حوار مجتمعي حواليه ونزور القرى والنجوع ونناقش الناس في البرنامج. عندنا رؤيه واضحه جدا احنا مصرين عليها ومصرين ان احنا نفيد بلدنا بيها وما نحرمش بلدنا من هذه الرؤيه. لا 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 مش مرتبط بالحقيقة. ستثبت لك الأيام أن ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى باستمرار الظلم. واقري مقالي بكرة في اليوم السابع.